الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وإياكم المعاصي وكفر النعم فما اقترف قوم المعاصي وكفروا بالنعم ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم ومن خاف اليوم أمن غدا. أيها المسلمون حديثنا اليوم عن الهوى وسوء المصير. الهوى هو أن يلهث الشخص خلف شهواته ويعمل على تحقيق ما يريد لشفاء نفسه وقضاء حاجته من حرام أو حلال، لا يميز أو يفكر فيما يفعل. وقد ورد في القرآن الكريم 33 آية تتحدث عن الهوى على وجه الذم والعيب، على وجه الذم والعيب والنقصان، بل والخسارة الكبيرة لكل من يتبع هواه. فالهوى إذن هو اتباع الإنسان إلى ما تميل إليه نفسه من متع الحياة ومن مطلق الشهوات. والهوى يشمل قسمين أو يأتي في قسمين: شهوة تتعلق بالسلوك والأخلاق وهو ممارسة المحرمات وممارسة نوع من الفجور، وهوى يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالنواحي الفكرية. إذن هذا الهوى الذي عاب عليه القرآن الكريم وذمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن الهوى الذي يدعو إلى الشر هو الحقيقة مقترن بالظلم وموافق للشرك والكفر، وأيضا يلتقي مع الجور والظلم ويجانب ويخالف الشريعة ويجانب التقوى. يقول الله جل وعلا: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والظلم وهذا الهوى يقترن بالشرك ويقترن بالكفر. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم أن. وقال جاء في الآية: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولقد وجه الله جل وعلا عبده ونبيه داود عليه السلام بأن يحكم بالحق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فإن من يتبع الهوى بلا شك قد ضل سواء السبيل ويعد الله له عذابا شديدا
يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا ريب أيضا أن الهوى مخالف للشريعة، يقول الله جل وعلا: ولقد جعلناك على شريعة من الأمر فلا تتبع الهوى. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وأمر الله جل وعلا موسى ألا يتبع الهوى، كما أمر نبيه وعبده عيسى عليه السلام أيضا ألا يتبع الهوى ولا يتبع أصحاب الهوى. ويقول الله جل وعلا في ضرورة وجوب العدل والتزام الحق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، يكون حكم الإنسان عدلا حقا سواء القريب أو البعيد، سواء على العدو أو الصديق. فيقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر أرقى أنواع العدل، أرقى أنواع العدل والإنصاف، هذا البر. والقسط هو بلا شك أرقى أنواع أيضا العدل ووفاء الحقوق لأصحاب الحقوق. نعم أيها الإخوان، إن الإنسان لا يفلح ولا يجد طريق النجاح والتوفيق إلا إذا سعى لتحكيم كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول أيضا: ثلاث من كن فيه كان مؤمنا حقا، أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو شأن المسلم، هذا هو شأن المؤمن المستقيم الذي قال الله جل وعلا في صفتهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد أخبر الله جل وعلا أن أهل الكفر متكاتفين متعاونين، يشد بعضهم أزر بعض، كما جاء في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم يتفق المؤمنون ويضعوا أيديهم في أيدي بعض ويتعاون على البر والتقوى تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ونحن نرى الآن المسلمون يتخطفون في كل مكان، وتزهق أرواحهم وتسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم، سواء في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، وآخر محطة للكفر والكافرين في سوريا، سوريا الحبيبة، سوريا المؤمنة، سوريا المعروفة بالعلماء وبالفضلاء. تكاتف الأعداء عليها من كل جانب، روسيا الملحدة والشيعة الضالين وحزب الشيطان في لبنان الذي يزعم زورا وبهتانا وحزب الله، هذا الآن يقف برجاله وأسلحته مع الوحش الحاكم المتكبر المتغطرس الشيطان الرجيم الذي يتعين على كل مسلم أن يبذل ما في وسعه، سواء بنفسه يجاهد أو بماله ليعين إخوانه، وهم لا شك منتصرون بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه التواب الرحيم.
ما في مترجم؟ ما فيش. ها؟ ما في. الله. مش فيه ماجه ولا يوسف ولا؟ طيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها المسلمون، إن كل مسلم ومسلمة يتعين عليهم، كل مسلم ومسلمة يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يقرؤون سورة عبد الله ورسوله يوسف عليه السلام، يقفون يقرؤون هذه السورة فيقفون عند كل كلمة منها. نحن نقص عليك أحسن القصص، قال الله جل وعلا من أحسن القصص ما ورد في قصة يوسف عليه السلام الذي قال لوالده يعقوب: يا أبتاه إنه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم، علم أبوه أهمية هذه الرؤية وأهميتها وخلفيتها، ولكن إخوة يوسف تآمروا عليه وفصلوه عن أبويه، وزعموا أنهم يريدون أن يمتعوه ويريحوه، فأخذوه وأرادوا قتله، لكن انتهى الرأي عندهم أن يلقوه في الجب، يلقوه في غيابة الجب، فالتقطت السيارة فأخذ عبدا، ثم بقي أخذ أسيرا، ثم صار عبدا في بيت ملك مصر. هذا يوسف عليه السلام الذي تربى على صحة العقيدة وسلامتها وعلى حب الله وحب شرعه. نعم، هذا الرجل الذي ابتلي وامتحن في بيت عزيز مصر، فزوجة عزيز مصر على ما هي عليه من بهاء وجمال وزينة ومظهر لا يكاد يماثلها أحد، أرادته عن نفسه، راودته عن نفسه، وغلقت الأبواب، ما اكتفت بإغلاق قفل واحد بل جمعت الأقفال كلها وغلقت الأبواب حتى يشعر أنه في أمن وأمان، وقالت هيت لك، لكن الرجل اعتصم بالله ورسوله، اعتصم بالله وأعرض عن الحرام والتزم بالقيم وبالأخلاق وبالمثل العليا، وآثر أن يعيش في السجن بالرغم ما فيه من الضيق والضنك والكرب على أن يمارس معصية أو أمرا يغضب الله جل وعلا. ووجد معه في السجن فتيان طلبوا منه تفسير رؤياهما، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. نعم، هو من المحسنين، لكن تأملوا حفظكم الله، هذا الرجل بحصافته وبعد نظره وبصيرته الثاقبة لما رأى الفتيان محتاجين إليه وهو قادر على أن يفسر ما رأوا، أراد أن يقفوا على أرض صلبة في صحة العقيدة وسلامة الاتجاه، وأخبرهم بنشأته وبمنهجه في الحياة، ودعاهم إلى أن تكون عبادتهم لله وحده، ثم فسر أو ثم بين لهم أن أحدهم سيعصر خمرا، والثاني يعني سيسقي رئيسه خمرا، والثاني سيصلب فتأكل طير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم إن الملك رأى رؤيا وطلب من حوله تفسيرها، فقالوا أضغاث أحلام، فتذكر الذي نجا من السجن وجاء مسرعا إلى يوسف عليه السلام، قال: أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر
وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نعم أخبر بما يكون عليه مستقبل مصر من رخاء أو من فقر أو فاقة. الملك فرح بهذا الرجل الذي لا يوجد له مثيل في مملكته وطلب حضوره لديه، لكن يوسف لم يستانع أن يخرج من السجن حتى يزيل عن نفسه تهمة النساء، طلب محاكمة النساء. فسألت النساء فقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم رأى الملك أن هذا الرجل مثالي يتعين أن يمكن في أعلى سلطة في البلد، فقال يوسف عليه السلام للملك: ضعني على اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. هكذا تربع على عرش قلوب الناس كل الناس هذا الذي وعده الله بأنه من المحسنين. ثم لقي إخوانه أو جاء إخوان يتزودوا بالمؤونة وبالميرة من مصر، جاءوا من فلسطين، وعرفهم وهم له منكرون، ولم يسعى للانتقام منهم، لتآمروا عليه وفصلوا عن والديه وألقوا رموه في البئر وأخذ أسيرا وبقي عبدا، ومرت عليه سنوات وسنوات عصيبة، لم يرضى أو تميل نفس الانتقام من إخوان هؤلاء، بل أكال لهم ووفى لهم الكيد وقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. جاء أخوه وعرفه بنفسه وارتكب حيلة في استبقاء أخيه عنده، لما جهزهم بجهازهم جعل الصاع في رحل أخيه، ولما قفل العير راجعا نادى مؤذن: أيتها إنكم لسارقون. قالوا: فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم، يعني هو كفيل ومسؤول عن تحقيق هذا الوعد. فقالوا: من سرق فهو يستحق الأسر، يستحق يبقى هنا. فبدأ بأوعيتهم ففتشها ونقم فيها ما وجد شيء، ثم آخر حمل أخيه فوجد فيه الصاع، فأخذه بناء على ما حكموا به هم، لكن بذلوا قصارى جهدهم في رجائه أن يترك أخاه ويأخذ غيره واحدا أو أكثر. القصة على كل حال موجودة في سورة يوسف، تلك السورة العظيمة التي أفردت لقصة يوسف بلغت آياتها 111 آية. نعم أيها المسلمون، إن يوسف هذا الرجل المتألق، الرجل المتميز، الرجل الذي جعله الله نبيا رسولا، لم يأخذه الغل أو الحقد أو الكراهية أو الرغبة في الانتقام، ولما عرف إخوانه حقيقة أن هذا يوسف قالوا: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم؟ السجن موعدكم، التعذيب، العقوبة الشديدة. قال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو خير الراحمين. ثم طلب يوسف عليه السلام أن تأتي العائلة كلها، الأسرة كلها، أبوه وأمه وكلهم يحضرون إلى مصر. ولما وصلوا إلى مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر بلد الأمن وبلد الأمان من قديم الزمان. فلما دخلوا سجدوا ليوسف عليه السلام وقال لأبي: هذا تأويل رؤيا مثل رأيته من قبل. ثم قال أيضا بعد ذلك: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. نعم هذه خاتمة يوسف، ولهذا
نطالب كل فتى وكل فتاة، كل فتى وكل فتاة عندهم شيء من العقل أو شيء من الاتزان أو شيء من الخلق الكريم، إذا قرأوا سورة يوسف سيلتزمون بالآداب وبالمثل العليا وبالأخلاق الكريمة. ولكن من عثر أو وقع في الزلة فيمكن أن يتدارك نفسه ويعلن توبته ويعود إلى 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 الحق وإلى العدل وإلى البعد عن الشر. حقيقة أن قصة يوسف هذه هي منهج واضح وسبيل مستقيم لمن أراد أن يسلك الطريق السوي ويعمل على التزام ما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. نعم، نحن ندعوهم ليلتزموا بأخلاق يوسف عليه السلام الذي وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه الكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم خير الرحمن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وعليكم بجماعة المسلمين، وعليكم بنصرة إخوانكم في سوريا، عليكم بنصرة إخوانكم في سوريا. نعم يا عباد الله، والله إن لم تسرعوا وتنجدوا إخوانكم وتقفوا معهم وتنصروهم بكل ما تستطيعون لتكون الكارثة على البقية. فإن هذا الوحش، هذا الحاكم المتغطرس المتكبر المتجبر الذي يجلب أنواع الأسلحة الفتاكة من روسيا الملحدة ومن الفرس الفجرة ومن حزب الشيطان في لبنان، حزب الشيطان في لبنان الذي له يعمل مجازر في سوريا لا يفرق بين رجل وامرأة ولا بين رجل كبير ولا بين شيخ وطفل، يذبحون الناس بشتى أنواع الأسلحة، يزعمون أنهم أنصار المسلمين وتبين لهم أعداء للمسلمين. ونعم سموا زور المهتان حزب الله، والصحيح أنهم حزب الشيطان. نرجو الله أن يرد كيدا في نحورهم وأن ينصر إخواننا عليهم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير، حيث أمركم الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات أمهات المؤمنين، وعن آل بيت الطيبين الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارزقهم الفقه في الدين واتباع سيد المرسلين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة المسلمين واجعلهم خيرا لأممهم وشعوبهم، واقمع واقطع دابر الظلمة والمفسدين، عاجل غير آجل، لك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وديننا وأخلاقنا وإخواننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحله، واجعل تدميره في تدميره، وشتت شمله وفرق جمعه، واسلب سمعه وبصره، واجعله غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصم عددا، اللهم اهلكهم مددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم لا تحق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أرنا في عجائب قدرتك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.